يلا شوف يلا. انت وانت جنين في رحم امك عندك 120 يوم نعم. 9 اشهر نعم 120 يعني الاربعه اشهر التي قال فيها رسول نعم. مكتوب لك عمرك ورزقك، تسعى يمين تسعى شمال تطرق هنا تطرق. قبل ما تموت قلنا في حلقه قبض الروح ان ملك الموت يقف على الباب، اتبكون مني فانا مامور، اتبكون عليه فهو مقهور، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظه من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا الله الناس تظن أن السعادة فيما نستمتع به، السعادة فيما قدر الله العبد أن يستقيم على طريق الله، فآية يقرأها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها أنه ملك الدنيا بحذافه.